ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. خليك مع ربنا، خليك مع الصلاة، اوعى تسيب الصلاة، اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان، اوعى. يا رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. لا تكن رمضانيا أيها الحبيب، لا تكن كن ربانيا، كن ربانيا مع الله جل وعلا. فوق أي أرض أنت وأي زمان كنت، الصلاة صلة. اوعى تسيب الحبل ده، اوعى تترك الصلة دي، هتضيع والله، هتضيع والله، هتضيع في الدنيا والآخرة. يا الله، أولا أدلكم، ده مين اللي هيدلنا؟ الحبيب. في حد غير الحبيب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. يا الله، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء؟ أو إسباغ الوضوء وأنت كاره لأن المية برد ولأن الجو برد، المعنيان واردان. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا، خد الرواية دي كمان، جميلة قوي، حلوة قوي، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. شوف سيدنا النبي بيقول إيه، والمن تطهر في بيته، اتوضى يلا بسرعة في البيت، وتعهد ربك من الليلة دي كده على صلاة الفجر في جماعة، اوعى فجر أول يوم في شوال تسيبه من تكت امبارح في المسجد، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم، من تطهر في بيته توضأ ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ها خلي بالك، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. طب يا عم الشيخ، ده أنا رايح بعربية، كل لفة كاوتش يا سيدي، ما تزعلش، ما هي دي خطوة برضه، ما هي دي خطوة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة، والأخرى يرفعك الله بها درجة. ورواية البخاري سيدنا النبي يقول لك إيه، ولم يزل في مصلاه، ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكة عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر. دعوة الملك ما تردش أبدا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال كذلك ما لم ينتقض وضوءه، طول ما أنت جالس في المسجد ولازلت على وضوئك وجالس في ذكر الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. طب خد كمان رواية عشان أعدي على بيت الموضوع، لأن الموضوع جميل قوي، وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش أحش نفسي، لأن أصل الصلاة صلة، وكثير من أحبابنا وإخواننا مفرطين في هذه الصلة. ينفع ينفع ربنا يبقى مغرقك في النعيم اللي أنت فيه ده وما تصليش؟ ينفع يا أختي؟ ينفع تبقى جالس تتفرج على الفيلم وعلى المباراة وعلى المسلسل وتسمع الأذان وتقول لا أنا خايف يجي جون، أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة؟ ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة وما بقاش في أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مع رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما. بخطبك أيها الحبيب، يا أستاذ الفاضل، أيها المسؤول، يا من من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا، والله العظيم بخطبك بقلبي، والله بقلبي، لأني والله بحبك وخايف عليك. هتسأل بين يدي الملك جل وعلا، ازاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي اوقات الصلوات؟ ازاي؟ والله العظيم جريمة، اقسم بالله كبيرة. يا اخوانا، الصلاة اول ركن من اركان الدين بعد التوحيد. خلاص انت قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك. اول ترجمة الله اكبر، الله اكبر، اكبر من الكلية والجامعة والوزارة والتجارة والزوجة والأولاد والأموال، أكبر من كل شيء. خلاص خلاص، أنفض كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي. آه لو سجد القلب،
يا الله. البدن بيسجد بس القلب فين؟ القلب فين يا أخوانا؟ اسمع العبارة دي واحفظها مني. القلوب جوالة. أقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه. خلي بالك، بدليل أنك بتخلص الصلاة ما أنتش عارف، ما أناش عارف أنا قرأت الفتحة وأنا جالس ولا قرأت التشهد وأنا واقف، ما عرفش كم ركعة، فممكن القلب ما بقاش معاك خالص. القلوب، احفظ الكلمتين دول حلوين قوي. ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله. القلوب جوالة، اسمع اسمع دي عالية قوي. إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. قلبك فين؟ معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية؟ الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك. انت فين ايها الحبيب؟ لا خد كمان ترمومتر تاني معاك اهو للادي اول ما تروح السرير وتنام. معلش استنى شو لحظة واحدة، فتش فتش عن القلب. انت نايم على السرير، ايه عم الشيخ محمد قلبي معايا؟ لا والله، بس فتش عليه، دور عليه. قلبك هيبات فين؟ هيبات فين؟ في جسمي؟ لا لا، ممكن يبات في الجسم وممكن يبات في حتة تانية. خلي بالك، إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه، معلق بيه بالآخرة، خايف من الموت، خايف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة، ولا ما انتش فاكر حاجة، ما انتش واخد بالك من حاجة. وأول ما تصحى ها منشغل بإيه؟ بالوضوء. أصلي الفجر؟ يا خبر أبدا، ما صليتش إلا لدى قيم الليل، ده الفجر هيأذن. ولا القضية مش قلبك هيبيت فين؟ وأول ما يصحى يطير على فين؟ فالصلاة صلة، صلة، ما فيش عاقل يتخلى الآن عن هذه الصلة في زمن الماديات والشهوات. ما نش عاوز أطول في المسألة، بس خد كمان البشرة الجميلة دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث بريدة قال الحبيب: بشر الله، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، الله أكبر، بشراكم اليوم جنات. شايف النور؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار، ولا تجعلنا يا ربي برحمتك من أهل الظلمات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، ليه؟ نقتبس من نوركم، ما تسيبوناش في الظلمة الحالكة دي، خلونا معاكم نمشي معاكم في النور ده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار: ألم نكن معكم؟ مش كنا معكم في المساجد والجماعات والجمعات؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بأهل الدين وبأهل التوحيد وبأهل الإيمان، وارتبتم، أي تشككتم في كل ما بلغكم به العلماء وعن الله وعن رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله، يبقى أول حاجة تحسب عليها الصلاة. يلا بسرعة عاهد ربك دلوقتي الآن الآن إنك ما تضيعش الصلاة. طب يا عم الشيخ ده أنا ما صليتش بقالي كتير. الآن صلي، الآن صلي، وحبشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. بس تعالى أقبل على الملك بقلب محب وجل، وأنا أقسم لك بجلال ربي أن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين ها أسرفوا على أنفسهم. يا الآية بتهزنا قوي.